يعني كما قال سمير زهير، احنا ادخلنا لهذا الحوار من اجل انقاذ البلاد من الازمه اللي اصبح الجميع يدخل بها. الامم المتحده الوطنيه رفضنا من البدايه ان يتحدث في اسماء الوزراء او رئيسة في مقابل، اتفقنا لان يكون هناك حوار حول المضامين والاولويات. نجحنا في المرحله الاولى وعلى قدر من الوسيله القطريه التي امضيناها تحدد بكل دقه الاولويات والتوجهات التي يجب ان تسير عليها اي حكومه تريد ان تنقذ ورعا من الازمه اللي هي فيها. المرحلة الثانية اللي كان المفروض أن نخوض حول حوار حول هيكلة الحكومة ومواصفات رئيسها وقاع إشهارها ومريض مباشرة إلى اقتراح الاسم من طرف رئيس الجمهورية. احنا لسنا في مرحلة في النهاية رئيس يمارس صلاحياته الدستورية، لا أحد ينازعه في ذلك، لكن احنا في مرحلة استثنائية اللي استدعت حوار واسع خلال ورغم كل التشكيك اللي كان حول الحوار والأهداف. احنا كانت عندنا إرادة لتوجيه هذا الحوار وجهة صحيحة تاعه، سهبنا في وثيقة احنا فخورين بها، و لا نعتقد وأنه يوسف شاهد أنا آخر واحد يعني ربما نذكر صفاته الحميدة، لأنه مر من هنا صديقنا ورفيقنا وفي كل الصفات الحميدة، لكن المسألة تتعدى ذلك إلى أن ترى هي الشخصية القادرة اليوم على قيادة البلاد في هذه المرحلة الاستثنائية وأن تواجه كل الملفات والإصلاحات المطلوبة بروح ورمزية الوحدة الوطنية. احنا رينا أنه فيما تسرع وفي هذا اقتراح الاسم، ولم نعتبر أن هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، ستكون حكومة على كتبها هي على المراقبة بقدر اقترابها أو ابتعادها من أولويات ومضمون وثيقة قرطاج. طبعا في نجاح الحكومة ونجاح تونس، لكن احنا سنبقى نراقب أداء الحكومة ونتمنى أن لا تنزلق وأن يتجاوز كل المخاطر والمطبات التي تعترضها وأن لا تنزلق في المحاصصة الحزبية مجددا وأن تعمل فعلا على الاقتراب أكثر ما يمكن من أولويات وأهداف ومضمون وثيقة قرطاج اللي بتبقى هي المرجعية اللي نحكم على أداء الحكومة من خلالها. وشكرا.